بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء. كيف النص على علي بالإمامة؟ نحن أيها الإخوة الكرام سيأتي الكلام لكن باختصار، نعتقد أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط لقبول العمل. الشيعة الإمامية مرة يقولون الإمامة ومرة يقولون الولاية، يعتبرون ولاية علي بن أبي طالب شرط لقبول العمل. يعني عند الشيعة من لم يؤمن بولاية علي فصلاته باطلة وصيامه باطل وحجه باطل وسائر أفعاله باطلة. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بولاية علي. إذن عند الشيعة الإمامية الإيمان بولاية علي شرط لقبول العمل، كما أن الطهارة شرط لقبول الصلاة. فكذلك الشيعة الإمامية يقولون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تكفي، لا بد وأن تؤمن بولاية علي. طبعا ما هي الولاية عند الشيعة؟ القول بإمامة علي والبراء من أعداء علي، أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وخالد وأبي هريرة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عند الشيعة كفار ومرتدين وعملهم باطل والعياذ بالله. طيب النقطة التي بعد ذلك نتكلم، أصل التشيع من أين جاء التشيع؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع، فمن قال بأنها ترجع لأصل يهودي، هناك من قال أن التشيع أصله يهودي، وهناك من قال أنها ترجع لأصل فارسي، وهناك من قال بأن هذا المذهب الشيعي كان مباد أي تجمع ومسكن للعقائد الآسيوية كالبوذية. القول نناقش المسألة الأولى، من قال أن التشيع أصله يهودي ما هو دليله؟ من الباحثين من يرى أن التشيع ذو صبغة يهودية، وذلك لاعتبارين اثنين والرجعة. ما هي الرجعة أيها الأخوة؟ رجعة علي وأهل البيت للحياة قبل يوم القيامة، هذه عقيدة الشيعة ولهم مؤلفات وكتب بذلك. يقولون أن عبد الله بن سبا هو أول من قال بالنص والوصية والرجعة. أيها الأخوة الكرام، القول بالنص والوصية والرجعة ليست من عقائد المسلمين، بل هذه من البدع التي جاء بها عبد الله بن أصول الشيعة. قالوا فمن هنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرب كان مأخوذ من اليهودية، الكتاب الذي قرأناه قبل قليل. الاعتبار الثاني القول الأول، لأن عبد الله بن سبا كان يتشابه في الأفكار في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة، هناك تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة. No, no, no.
القول الثاني يقولون أن التشيع أصله فارسي، فارسي يعني من بلاد فارس التي تسمى اليوم بدولة إيران. يقولون لعدة اعتبارات. القول الأول ما ذكره ابن حزم والمقريزي من أن الفرس لما امتحنوا بزوال الدولة على أيدي العرب كان العرب عند الفرس أقل الأمم خطراً، فتعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم علي بزعمهم. يعني الفرس بعضهم دخل الإسلام رهبة لا رغبة، فأراد أن ينتقم من المسلمين. لماذا؟ لأنهم كانوا يعدون العرب قبل الإسلام لا شيء، يعدونهم أمة حقيرة لا قيمة لها، وحتى يومنا هذا وهذا التعصب وهذه الشعوبية تجدها قوية عند الفرس، وهذا يدل على حقدهم وكراهيتهم للعرب والمسلمين. فدخلوا من باب محبة أهل البيت، يتظاهرون بمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته وقالوا طاعة الإمام واجبة وطاعته طاعة الله سبحانه. وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام ولم يتجردوا من عقائدهم. يعني بعض الناس يدخل في الإسلام كان يكون يهودي أو نصراني لكنه لا يترك عقيدته التي كان عليها، ولم يتجردوا من كل عقائدهم التي توارثوها جيلا بعد جيل، وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة الإسلامية. فنظرة الشيعة إلى علي وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين، نظرة تقديس، يقدسون الملك، فنظروا إلى علي على أنه رجل مقدس. القول الثالث أصل التشيع أنه فارسي، يعني من قال أنه فارسي يقول حينما فتح المسلمون بلاد فارس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنه ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران بعدما جاءت مع الأسرى، فولدت له علي بن الحسين، وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عرق علي بن الحسين وهو الإمام الرابع عند الشيعة وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الفرس. طبعا قصة زواج علي بن الحسين من ابنة يزدجرد ضعفها بعض الباحثين وأثبتها آخرين، فنحن نذكرها من باب العلم، يعني أنا لا أضعف ولا أثبت ولكن أذكرها من باب العلم. القول الرابع يقولون تلمح الأصل الفارسي أيضا في روايات عديدة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه اختص بخصائص فوق مرتبة البشر. يقولون سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، فقط سلمان. لماذا؟ لأنه فارسي. يقولون أيضا أن سلمان أحد الشيعة يقولون أن سلمان يقولون به ترزقون وبه تنصرون وبه تمطرون. بل بلغ الغلو في بعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان، يؤلهون سلمان. لماذا؟ لأنه ماذا؟ فارسي. بل نلاحظ أن هناك اتجاها داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية
التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو لؤلؤة المجوسي. تعرفون أبو لؤلؤة المجوسي من هو؟ الذي قتل عمر رضي الله عنه. الآن الشيعة هذه من البحرين في كثير من بلاد المسلمين يتظاهرون يعملون بالتقية يقولون نريد التقرير.